بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، أرحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مقياس القانون العقاري. من خلال هذه المحاضرة نتابع في القسم الثاني من أنواع الملكية العقارية، والخاص في أنماط ممارسة هذه الملكية. إذن فيما يخص أنواع الملكية العقارية بالنظر إلى نمط ممارستها، لدينا نوعين من هذه الملكية، إذن الملكية المشتركة والملكية المشاعة. بالنسبة للملكية المشتركة، نص عليها المشرع في نص المادة 743 من القانون المدني بقولها: الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية، والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص، تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشترك. إذن من خلال هذا التعريف يتضح أن المشرع قام بوصف الملكية المشتركة على أنها حالة قانونية يجب أن تحتوي على عقار مبني أو مجموعة عقارات مبنية تكون ملكيتها مقسمة على عدة أشخاص وفق حصص، يجب أن تحتوي كل حصة على جزء خاص لكل مالك بالإضافة إلى نصيب في الأجزاء المشتركة. وبهذا فالمشرع قد نقل هذا التعريف من المشرع الفرنسي. إذن للملكية المشتركة عدة خصائص، منها أولاً الملكية المشتركة من الأنظمة العقارية الجماعية، بحيث لا يكون فيها مالك واحد بل مجموعة من الملاك، أي لا يمكن أن تظهر في مبنى فردي مملوك لشخص واحد. أيضا هذه الملكية ذات طبيعة خاصة، أي لا يمكن طلب قسمتها أو تجزئتها، بالرغم من أن ملكيتها شائعة بين الملاك بحكم المادة 747 من القانون المدني. أيضا فهذه الملكية تحتوي على أجزاء خاصة بكل فرد، بحيث يمكن أن يتمتع بها بشكل خاص، وكذا له نصيب في الأجزاء المشتركة التي يتمتع بها كل المالكين. أيضا الملكية المشتركة لا تكون إلا في العقارات المبنية، وذلك وفقا للمادة 743 من القانون المدني، بالرغم من أنه يمكن أن تكون عقارات غير مبنية وتكون هنا عبارة عن أجزاء مشتركة مملوكة لجميع الملاكين، لكن يجب قسمة حصة في الأجزاء الخاصة. أيضا المالك في نظام الملكية المشتركة له حق الاستعمال والاستغلال في ملكيته وفقا للقواعد العامة، بينما حقه في التصرف مقيدا بالنظر للقواعد العامة إلا في حالة الهدم أو التعليم، ولا يمكن أن يتصرف ببيع حقه في الأجزاء الخاصة والمشتركة عن بعضها البعض. أيضا من بين خصائص الملكية المشتركة حقوق الشركاء في الملكية المشتركة. إذن تتمثل هذه الحقوق في الحق في الاستعمال والاستغلال والتصرف في الأجزاء الخاصة والمشتركة. إذن نصت المادة 11 من المرسوم رقم 83666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية. للشريك في الملكية المشتركة الحق في أن يستعمل الأجزاء الخاصة التي يمتلكها وأن ينتفع بها كما يبدو له، لكن بشرط أن لا يضر بحقوق الشركاء الآخرين في الملكية والمحلات الأخرى، وأن لا يمس بوجه العمارة، وأن لا يقوم بأي شيء يمكن أن يعرض العمارة للخطر. النوع الثاني من أنواع الملكية العقارية بالنظر إلى أنماط ممارستها، إذا لدينا الملكية المشاعة، وعرفتها المادة 713 من القانون المدني: إذا ملك اثنان أو أكثر وكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع، وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك. وعليه فمصدر الشيوع إما أن يكون عن طريق الإرث
أو عند شراء الأشياء بصفة جماعية من طرف شخصين أو أكثر بدون تخصيص الحصص. أيضا يمكن لكل مالك على الشيوع بيع أو رهن حصته، وذلك طبقا للمادة 714 من القانون المدني. كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحقه الضرر بحقوق سائر الشركاء. إذن فالشيوع ينتهي عندما يتم التقسيم. إذن للشريك على الشيوع الحق في فرض قسمة الشيء الشائع طبقا لنص المادة 722 من القانون المدني. لكل شريك أن يطالب بقسم المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق. أيضا المادة 724 من القانون المدني. إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع يمكن رفع دعوى أمام المحكمة التي تعين خبيرا للقيام بالقسمة. إذا يمكن الأخذ بالقسمة الودية التي نص عليها القانون المدني المادة 723 إذا كان الشركاء على الشيوع حاضرون أثناء التحقيق العقاري لمسح الأراضي. إذا يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، كما نظم المشرع الجزائري من خلال المواد من 733 إلى 736 من القانون المدني قسمة أخرى للملكية المشاعة تسمى قسمة المهايئة، بحيث لا ينتهي بها الشيوع وإنما هي مجرد طريقة من طرق الانتفاع بالمال الشائع، وهي تتخذ نوعين. النوع الأول المهايئة الزمانية، وهي معناها مناوبة بالانتفاع في العقار الشائع، حيث يتفق الشركاء أن يتناوبوا بالمال الشائع لمدة معينة تتناسب مع حصة كل شريك، كأن ينتفع صاحب النصف بالمال الشائع لمدة سنة، وصاحب الثلث لمدة 8 أشهر، وصاحب الربع 6 أشهر، وصاحب السدس 4 أشهر طبقا لنص المادة 734 من القانون المدني. النوع الثاني المهايئة المكانية، وهي أن يتفق فيها الشركاء في أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا للشركاء عن الانتفاع في باقي الأجزاء الأخرى لا تزيد عن 5 سنوات. فإذا مر على هذه القسمة 15 سنة بتجديد المدة 5 سنوات تصبح هذه القسمة نهائية ما لم يرغب أحد في إنهائها، وهذا ما يسمى بعقد التخارج. أما فيما يخص الحقوق اللصيقة بالملكية العقارية، فرغم اعتراف المشرع في المادة 27 من القانون رقم 9025 المتعلق بالتوجيه العقاري بأن الملكية الخاصة حقا يخول لصاحبه الاستئثار بالعقار وبما يتولد عنه من مزايا ومنافع تتمثل في الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلا أنه رفض صفة الإطلاق، وهو واضح في نص المادة 28 من نفس القانون. إذن فنجد المادة 28 في فقرتها الثانية أكدت أن استغلال الخصائص المرتبطة بحق الملكية يجب أن توافق الفائدة العامة التي أقرها القانون، وهو ما يثبت أن حق الملكية العقارية الخاصة حق نسبي يحد من إطلاقه القيود القانونية التي تمثل مبرر شرعي للمساس بهذا الحق المضمون دستوريا. وعليه فمن خلال التعريف الوارد في نص المادة 674 من القانون المدني يمكن تحديد عناصر الملكية. إذن عناصر الملكية هي حق الانتفاع، ويتفرع منه حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف. إذن حق الاستعمال يقصد به سلطة المالك في استعمال ملكه فيما يصلح له وجوب الاستخدام عموما، والأصل أن الملك أو المالك عفوا يتقيد في استعمال الشيء بالقيود المفروضة في القانون دون الإضرار بالأشخاص الآخرين. أما حق الاستغلال وهو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء
وهو سلطة المالك في الحصول على ما يغله الشيء من ريع أو دخل. والأصل أن هذه الثمار هي من حق المالك بمقتضى ما خوله القانون من سلطة الاستغلال. بالنسبة لحق التصرف، هو استخدام الشيء استخدام مادي إلى حد هلاكه أو بيعه أو ترتيب آثار قانونية عليه، كأن ينتقل أو كأن ينقل ملكيته إلى غيره بالبيع مثلا. أما فيما يخص القيود الواردة على حق الملكية، فتتمثل هذه القيود في نوعين، منها القيود القانونية للمصلحة العامة والقيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة. إذن فيما يخص القيود المقررة للمصلحة العامة، هي تقيد حق الملكية العقارية للمنفعة العامة، وقد تكون سلبية تمنع المالك من القيام بعمل معين أو أداء عمل معين كتلك المفروضة من قبل قوانين العمران، والتي تمنع المالك من البناء بدون رخصة قانونية، أو القيود المفروضة على سلطات مالك العقار المصنف كمعلم تاريخي وتراثي تمنعه من القيام بأي أشغال حتى أبسطها دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالثقافة. أما القيود الإيجابية التي تلزم المالك بالقيام بعمل معني، كإلزام المالك بموجب استغلال الأرض الفلاحية للمساهمة في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى القيود القانونية، هناك ما يسمى بالارتفاقات الإدارية كتمرير الكهرباء والغاز والمواصلات السلكية واللاسلكية المفروضة على الملكيات الخاصة، وكذا الارتفاقات المتعلقة بالمياه، وهي تنشأ بموجب نص تشريعي هدفها المنفعة العامة، وهي تصدر بموجب عمل انفرادي من الإدارة، وليس بالضرورة وجود عقار مخدوم كالارتفاقات المدنية، وإنما العبرة بوجود عقار خادم. والارتفاقات التي يفرضها مخطط شغل الأراضي الذي يعين الكمية الدنيا والقصوى للبناء، وذلك حماية للمساحات الخضراء والفضاءات. فيما يخص ارتفاقات الكهرباء والغاز، جاء في المادة 159 من القانون 2002-1 المؤرخ في 6 فبراير 2002 المتعلق بارتفاقات الكهرباء والغاز وتمريره بواسطة القنوات، بأن ممارسة الارتفاقات العامة التي تتحملها الملكيات الخاصة تخص تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز والغرز وقطع الأشجار والتشديد والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور في العقارات، والمالك لا يجوز أن يمنع هذه الارتفاقات المقررة للمنفعة العامة طالما أنها لا تعرض عقاره وأمنه للخطر، كما أن ممارسة هذه الارتفاقات لا يترتب عليها زوال حق الملكية، مع الإشارة أن ممارسة الارتفاقات الإدارية مجانية دون تعويض للمالك، والحالة الوحيدة التي يعوض فيها هو حالة وقوع ضرر ناجم عن الارتفاقات التي تشمل الممتلكات العقارية التابعة للخواص. ولعل البعض يرى أن سبب عدم تعويض الارتفاقات الإدارية هو أنها تمثل عبئا يثقل العقار من جهة، ومنفعة للمالك من جراء تمرير خطوط الكهرباء أو قنوات الغاز، إلا أن الأعباء قد تكون أكثر من المنافع. وعادة ارتفاقات الكهرباء والغاز تهدد سلامة وأمن مالك العقار، كما أن الارتفاقات تعود بالمنفعة للمصلحة العامة أكثر من المالك. فيما يخص ارتفاقات المواصلات السلكية واللاسلكية، إذن يجوز تركيب الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك الخاصة، إما فوق الأرض العادية أو في باطنها أو فوق المنشآت والمباني. وقد خول القانون للأعوان المكلفين بتركيب أجهزة الدخول إلى الملكيات الخاصة لدراسة وإنجاز المواصلات السلكية واللاسلكية، وفي حالة رفض صاحب العقار دخول الأعوان يرخص رئيس المحكمة المختصة إقليميا بموجب أمر على ذيل العريضة للأعوان الدخول إلى الملكيات الخاصة.
ويعوض المالك عن تركيب الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فوق أرضه أو فوق المنشآت والمباني إذا حصل ضرر مباشر وأكيد. بالنسبة للارتفاقات المتعلقة بالملكية العامة للمياه، إن مالكي العقارات المبنية أو الغير مبنية المحادية للمجاري المائية والبحيرات ملزمون بتحمل الارتفاقات والسماح بحرية مرور الإدارة عتاد الإدارة والمقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيم وحماية الحواف. وتمثل حرية مرور الإدارة وعتادها ارتفاقات للمنفعة العامة. وحسب المادة 11 من القانون 2005-12 المؤرخ في 14 أكتوبر 2005 المتعلق بالمياه المعدل والمتمم للقانون رقم 83-17 المؤرخ في 17-7-1983 يسمى الجزء العقاري أو الجزء من أرض الخواص الذي يتحمل الارتفاق الحافة الحرة، ولكن قد تصل الارتفاقات الإدارية إلى حد نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إذا ما رأت الإدارة أن الارتفاقات التي تخضع لها الملكية الخاصة غير كافية، وأنه يجب إقامة ممرات محاذية لمجاري المياه لتسهيل استغلال الملكية العامة للمياه. إذن هذا فيما يخص القيود المقررة للمصلحة العامة. بالنسبة للقيود المقررة للمصلحة الخاصة فهدفها تنظيم الحقوق المتنافرة للملاك المتجاورين كعدم الإضرار بالمالك المجاور وعدم التعسف في استعمال حق الملكية، وكل هذه الحقوق ينظمها القانون المدني من المادة 691 وما بعدها، وأغلب هذه القيود سلبية تمنع المالك من القيام بعمل ما أو أداء شيء ما دون مراعاة حقوق الملاك المتجاورين. وفي المقابل يجب أن تتفق هذه القيود مع الضمان الدستوري فلا تكون وسيلة اعتداء على هذا الحق مما تهدر جوهره. وبهذا ننهي الفصل الأول من هذه المحاضرات، وإلى المحاضرة القادمة بإذن الله.